السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نحضروا واحد الحريشات كما راكم تشوفوا في الصوره، اللي كيجيو هشاشين وبنانين. و هاد الحريشات البنات ما فيهمش المقادير بزاف وكيتحضروا بسرعه. فهاد الحريشات هادو البنات غادي نحتاجو كأن كاس سكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الكوكو، واحد دانونة بأي نكهة بغيتو، عندنا قشور البرتقال محكوك، عندنا 15 غرام ديال الخميرة الحلويات، عندنا زوج بيضات، وعندنا تلات الكيسان ونص ديال السميدة الرقيقة. تابعوا معنا البنات طريقة التحضير. غادي نضيفوا البيض على سنيدة، نخلطو مزيان، نضيف ليهم الزيت، نحركو مزيان، نضيف ديك العلبة ديال دانون، نستمر في التحريك. في الأخير نضيف الكوك، وهنايا غادي نضيف السميدة، نضيف الكاس الأول، نزيد له الخميرة، غادي نحرك هاد الحريشة تاع البنات. كيجيو زينين بزاف وكيجيو هشاشين. غادي نزيد السميدة، المهم البنات هي العجينه ديالنا خذات لي ثلاثه الكيسان ونص بحال هادو، على هاد الكيسان اللي درت فيها ديال السميده. غادي نخليها ترتاح شويه عادو ونقرصوها. من بعد البنات ما خلينا الحرشه ديالنا ترتاح، غادي نجيب واحد الزلافه نديرو فيها شويه ديال الكوك وشوية ديال السميدة، نخلطوهم شوية ديال الكوك وشوية ديال السميدة، غادي نقرصو فيهم الحريشات ديالنا. غادي ندهنو يدينا بالزيت باش ما تلصقش علينا، غادي نهزوهم بحال هكا كويرات ونغطسوهم ديك السميدة والكوك اللي خلطناه. ونحطوهم في الصيني ديالنا هكا، ونمشيو بنفس العملية، نهزو واحد شوية، كل وحدة على حسابها، اللي بغات ديرهم كبار اللي بغات ديرهم غير صغار. ونحاولو نقادوهم،
هاكا البنات هي. غادي نستمر بنفس العملية تاني نكملوهم. هو البنات السنيد الأول بعد ما ساليته غادي ندخلو الفران، ومن بعد نوريكم كي غادي تخرج. هما البنات الحريشات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو هشاشين زوينين. ها تحمروا من تحت ومن الفوق. ها هما البنات الحريشات ديالنا من بعد ما تيبناهم وجبدناهم من الفران، هما كي كيجيو راه كيجيو هشاشة البنات، وكيجيو بنانين غير جربوهم ما غاديش تندموا. غادي نقسم لكم وحده البنات وغادي تشوفوا الداخل. هاي البنات كي كيجي بيجي وحشاشي. تقدروا البنات تنسموهم بالباني، تقدروا تنسموهم بأي نكهة بغيتو، جربوهم البنات ما غاديش تندموا عليهم صراحة. نتمنى البنات يعجب لكم الفيديو، تجربوا هاد الحريشات ويعجبوا لكم، تجربوهم راه غادي يعجبوا لكم ما غاديش تندموا عليهم. وفي نهاية هاد الفيديو كنقول لكم بسلامة عليكم، وتهلاو فريوسكم، وتلقى في شي فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.